في المغرب في 42 مصنع بيصنعوا 500,000 قطعة بتتركب في 30 نوع طائرة مختلفة حول العالم. تخيلوا 500,000 قطعة. أحد المختصين في قطاع الطيران كان يقول لا توجد طائرة تحلق في السماء لم تصنع المغرب أحد أجزائها. صناعة الطيران في المغرب هي صناعة تمتد على طول 20 سنة. الأجزاء التي يتم تصنيعها في المغرب تشمل جميع أجزاء الطائرة، من محرك، من أجنحة، من هياكل، نظم الكهرباء، أرضية، يعني قطاع بنتكلم على عشرات الآلاف من القطع. بوينغ هي شركة صحيح أمريكية ولكن بتاخذ قطع من أكثر من 35 دولة. Truly the 87 as well as the Boeing company and all of our products comes from around the world. It's an international collaboration. Absolutely. Partnership. نتكلم على 140 ألف موظف مباشر في بوينغ. لو جمعنا بعدين ال 35 دولة، السبلايرز اللي بوردوا، الموردين، أكثر من 1000 شركة اللي بتورد، بنتكلم على ملايين الوظائف عالمياً. ايش رايك بس؟ جد؟ جيد. ليش تركت قطاع السيارات ورحت لقطاع الطيران؟ فرص اكثر في ابداع مقارنه مع السيارات. فالقطاع هذا له دور في توظيف شباب زيك كبير. يوظفون ما يفوق 17,000 عامل وعامله. ليش بنتكلم عن الطيران كموضوع؟ له ابعاد مره كثير، من اهمها البعد الاقتصادي. قطاع الطيران لوحده بيوظف اكثر من 87 مليون بني آدم، تقريبا عدد سكان ألمانيا. الناتج المحلي قطاع الطيران إيراداته أكثر من 780 مليار دولار، يعني الناتج المحلي لدولة سويسرا. لو قطاع الطيران كان دولة كان ترتيبه حيكون رقم 17 من ناحية الناتج المحلي، يعني قطاع أكبر من اقتصاد أغلب دول العالم. علشان كده الكلام عن قطاع الطيران جدا مهم، وكمان أهمية وجود قطاع الطيران في الدول زي ما شفنا في المغرب، توظيف عشرات الآلاف من المغاربة متوظفين في ذا القطاع. Boeing 4. Oh, you got the number also. No. Wow. Sure. So, قاعدين نتمشى أنا والأستاذة ليسا، وبعدين هنا أستاذة كيتلين أشارت إلى معلومة مهمة. تعالوا كده. التيل فين، الديل، بتصنع في الإمارات. نروح الإمارات؟ نروح الإمارات. الإمارات. أنت الآن تقف أمام أكبر قطعة تصنع في الوطن العربي لطائرة تجارية، وهي المثبت العمودي لطائرة البوينغ 787 دريملاينر. المصنع من أول ما تأسس صنع أكثر من 74,000 قطعة اتوردت لبوينغ وايرباص وغيرها. الطيارات هذه حاليا تحلق في السماء وفيها قطع مصنعه في الامارات. علشان نكون في اقصى درجات الدقه بيتم قياس الدقه في بعض الاجزاء بالليزر. بيحسبوا الطول والعرض والعمق لزي النقطه دي 150 نقطه في بس هذا الهيكل، لازم يكون دقيقه لدرجه 0.0005. صفر فاصلة صفر 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 خمسة ملي. ملي. يعني أقل من الملي. أقل من الملي. ملي ملي. ملي ملي. ملي ملي. دي مليان. لو في خلل أصفار كتير خمسة يبان ومعناها في مشكلة.